الفن المصري ده حاجة كبيرة ومهمة ومؤثرة جدا جدا. في حاجة أخيرة، شكرا، في حاجة أخيرة عايز أقولها يمكن تبقى بره نطاق الحفلة النهاردة. تحياتي للشعب الفلسطيني البطل. انتوا في القلب وعمرنا ما هننساكوا ابدا. شكرا جدا جدا جدا. امام البطل المغوار قدام الكاميرا نعرف ايش امامها وايش في خلفها، ونعرف انه هذا استشراف، ونعرف اللي هو طلب الشعب، ولذلك بطلوا استشراف في اراضي المملكه العربيه السعوديه.